انا متشكره جدا يا استاذ طلال، ان شاء الله اكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. اهلا 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 اهلا، ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب، المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف. انا كنت خايف لما تجيش. انا لما اوعد ما اخلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصوره دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلاله الملك. كان اول مره يمسك فيها وزاره الاشغال العموميه. عشان كده وافقت اجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجه افتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. أنا هغيب ساعتين ثلاثة كده، هقابل ملاك أخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت الستات بعدد شعر راسي، من الاميرات للخدمات. بشرفي ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس خرج، هيتاخر، هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجة مهندسين، محتاجة صيع حرامية. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل؟ وصل النادي من تلت ساعة. يا عضرة يا أم النعم، ملاك مهما حصل بيني وبين الراجل أنت مالكش أي دخل. فاهم فاهم يا أخويا. هو عارف إننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سيب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. ها جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، إحنا ناس عند كلمتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامة. ملاك أخويا أنا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد إيه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، أنا مش مطلوب مني إن أنا أعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا. الأوضة اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفولة، وملاك أخويا زي ما أنت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار وآخر الليل هيروح لبيته. ما هو عنده بيت وعيلة وولاد وحمله تقيل.
ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها، القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت ست بواكي، اكتب عقد بكده؟ اربعة يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعب من اصحابها. اعتبرنا قضيه من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسه بتحسن عليه، وانا هو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهه مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير، ابونا في الكنيسه هو اللي قال لي ده احنا اولاد معموديه واحده. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيب الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن، يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده أوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك أنت وأخواتك، وأنا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج؟ أما تقابلوها تعرفها. أحلى الصباح يا حاج. طمني، أخبار الجماعة بتوع اليابان إيه؟ مية مية. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركة. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الدبيحة. بالحق يا حاج، أنا نسيت أقول لك. سليم سعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف، إن أنت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. شوفي لقيت شغلانة جديدة في محل الملابس. شغلانة فين بقى إن شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالك إيه يا أبو سعين؟ هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشام اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. انت شعرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبر شبر، وعارف ناسها نفر نفر، انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوف. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3-4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع.